كتير الى ارض المباراه وصاله الدكتور حسن مصطفى وزميلي كريم احمد. مريم سميح لك الكلمه كريم، قول لي الاجواء ايه اللي عندك، شوف النادي الاهلي دخل عمل ايه، يا ريت تحكي لنا اجواء المباراه. مرحب بيك طبعا في البدايه كابتن الكبير كابتن خالد العودي، وكل التحيه ايضا والشكر موصول لكابتن الكبار وجمهور النادي الاهلي وزميلتي العزيزه مريم سميح. برحب بيك يا مريم طبعا، وان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد علينا ويقدر رجال النادي الاهلي كره اليد يحققوا بطوله غاليه جدا فيها صعوبات كبيره جدا. انت عارف يا كابتن خالد المباراه ببطوله بتختلف بشكل كبير وبتحتاج ان هي ليها دوافع كبيره جدا وتركيز كبير جدا، لكن ان شاء الله على العهد اللي احنا شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي والبطوله الاخيره. ويمكن يا مريم كمان نقطه مهمه جدا، الدوافع موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، لكن الحقيقه يمكن جلسه كابتن محمود الخطيب وتكريمه مع مجلس اداره النادي الاهلي وتحفيزه لعيبه النادي الاهلي على هذه البطوله ان شاء الله باذن الله تكون الدوافع كبيره ونقدر ان شاء الله نحقق هذه البطوله. استعدادات جيده لتنظيم الامور دي، اشياء كثيره جدا طبعا مع زميلتنا مريم. طبعا مريم النهارده يمكن شايفه التنظيم ازاي، شايفه الاجواء ازاي، وقول لنا شايفه حاله اللعيبه ازاي من اول دخول هنا الصاله. برحب بيك طبعا يا كريم، وبرحب بيك يا كابتن خالد، برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد الالفي، كابتن ياسر لبيب، كابتن حسام غريب، وكابتن احمد بلال. طبعا يعني من داخل مقر دكتور حسن مصطفى بمدينه 6 أكتوبر، الحقيقه هي استعدادات كبيره جدا منذ وصولنا، يعني منذ عده ساعات يمكن وصلنا احنا مبكرا فريق عمل قناه النادي الاهلي، تامين شرطي كبير جدا في جميع المناطق المحيطه بالصاله، كمان منذ وصولنا على الابواب يمكن كل الناس او القائمين على الصاله يمكن فعلا يا كريم زي ما احنا شفنا تامينات كبيره جدا على الابواب. ويمكن كمان يا كابتن يعني ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كان في التزام كبير جدا بالقائمه الموضوعه لكلا الفريقين سواء الاهلي او الزمالك، 40 فرد فقط بالنسبه للنادي الاهلي و40 فرد فقط بالنسبه لنادي الزمالك، كمان يمكن كمان داخل فيهم اعضاء مجلس الاداره. كمان عايزين نتكلم على العاملين داخل يعني الصاله هنا، يمكن على قدم وساق الاعمال بتجرى الاجراءات الاحترازيه، الالتزام طبعا بارتداء الكمامات وكل ذلك. ويمكن كمان بعد ما كريم اتكلم عن هذه الدفعه عايزين نتكلم انه يعني الفريق المؤهل وان شاء الله يكون البطوله من نصيب النادي الاهلي هيكون مؤهل لكاس العالم للانديه لكره اليد او سوبر جلوب يا كريم، ده طبعا يعني هنعرف تكملته مع كريم. يمكن زي ما زميلتنا مريم اتكلمت طبعا على الاستعدادات يا كابتن خالد، لكن الحقيقه أنا شايف الروح موجودة جدا والرغبة موجودة والتركيز الكبير اللي شايفينه مع لعيبة النادي الأهلي، الوقت كان قليل يا كابتن خالد، أنت عارف من عودتنا من البطولة الأخيرة اللي حصلنا عليها بفضل الله، وقت كان قليل جدا 48 ساعة راحة ثم تدريب، بداية من يوم الاثنين اختتم النادي الأهلي تدريبه أمس هنا على صالة الدكتور حسن مصطفى، تدريب كان جيد جدا للكابتن طارق محروس الحقيقة والجهاز الفني، اجتمع باللاعبين كابتن طبعا اللعيبة الكبار بقى إبراهيم المصري إسلام، كل اللعيبة دي اجتمعت ركزت على أهمية هذه المباراة يا مريم، وأنت عارفة طبعا جمهور النادي الأهلي منتظر الفرحة ومنتظر الكأس، بعيدا طبعا إن هي بتوصلنا لكأس العالم للأندية، لكن بطولة جديدة تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. يا رب يا كابتن خالد دعواتك بقى ودعوات نجومنا في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله شوطين ما يخرجوش بره النادي الاهلي، ونقدر ان شاء الله ان احنا ناخد هذا الكاس ومنها ان شاء الله نصل الى السعوديه ان شاء الله باذن الله. يا مريم تكون الله يا كريم، وعايزه كمان اقول يمكن تكون بشرة خير، لان طبعا يعني احنا كل الفرق في النادي الاهلي يعني بتبقى على مستوى عالي جدا وبتقدر ان هي تواجه الكبار، يمكن يا كريم زي ما كانت بشرة خير في كاس العالم للانديه وقابلنا بايرن ميونخ ان شاء الله نتاهل في السعوديه في الفتره ما بين 5 ل 9 أكتوبر ونقدر ان احنا نقابل برشلونه في دور الثمانيه من سوبر جلوب، طبعا بعد ما نادي هنا مباراة قوية جدا يمكن اغلب صفوف الفريق مكتملة باستثناء بس يعني محسن رمضان ظهير الايسر بسبب اصابته في كأس الكؤوس الافريقية، وكمان عمر خالد كاستلو. يمكن يا كابتن خالد اذكرك بحاجه سريعه قبل ما اختم معاك، البطوله اللي يمكن حصلنا عليها البطوله اللي كانت في اغادير وكانت في المغرب 2017، كابتن خالد العودي كان رئيس الجهاز والحمد لله قدرنا نحصل على هذه البطوله، المره دي كابتن خالد مقدم برنامج ان شاء الله في هذه المباراه، يا رب ان شاء الله يكون وشك فالخير علينا كالعاده كابتن خالد باذن الله، وتقدر ابطال كره اليد بيها النادي الاهلي نحقق هذه البطوله الغاليه جدا تكون تدخل في دولاب بطولات النادي الاهلي، ومستمرين معاك يا كابتن خالد كالعاده انا وزميلتي مريم، وهنشوف طبعا ان شاء الله تغطيه كبيره جدا على شاشه قناه النادي الاهلي تسعد ملايين الجماهير الخاصه بها النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي.
بشكرك يا كريم انت ومريم، وفعلا هنكون معاكم ومتابعينكم باذن الله من داخل الصاله وداخل الهواء ومن كل فروع النادي الاهلي. تغطيه مميزه جدا، تغطيه حصريه للنادي الاهلي، او مش حصريه عفوا، تغطيه من كل فروع النادي الاهلي وداخل الصاله لاجواء مباراه الاهلي والزمالك. نتمناها هلاويه زي ما كريم قال. كنا مع بعض انا وكريم فعلا في 2017 في المغرب واغادير، وقدرنا نفوز بكاس السوبر افريقي على نادي الزمالك. ان شاء الله نتمناها اهلاويه.